معاش جوز الله يرحمه بيخصموا منه ومعاش بيخصموا منه ودلوقتي حضر حرام كان هو اسمه ما ردوش الناس اي حاجه خالص كل حاجه موجوده تعالى يا حاج اي حاجه انت بتقولي بقى قد ايه ما صرفتش 3 شهور وعايز 6 شهور ما لقيت حضرتك اهو اللي انت بتسمعني ايش بس موجود كتير جدا لا معلش بس انا 4 شهور بتخصموا مني معاش هو لسه متوقع ما كانش موجود قبل كده يا فندم ما كانش موجود جيت النهارده اقول لك قالوا لي لا ايه مشكله السنين يا دكتور وائل نوع ايه الدكتوره منى اللي بتشتغل اتش ماكس الاتش ماكس اي حاجه بس الاول انت هتموتونا اي حاجه لا سلامتك طيب سؤال بس جيت هنا بقى ايه اللي حصل ما تصرفوش قالوا لي غيرت التواتير بتاع المعشدات وجيت النهارده انا يا بنتي معموله على السيستم بقالي سنتين وبتخصموا مني يعني انت جيتي غيرت الكارت غيرته ما صرفتهاش ليه يقول لك لسه 10 ايام وحللوا لي وبعد 10 ايام تعالي نقول لك هنصرف ولا لا طب اديهم منين انا لا يا حبيبتي لا انت لازم اقول لحضرتك حاجه ترسيبا والنوبرابل كل انواع النهارده 60 جنيه جيت لهم الساعه 8 خلوني الساعه 3 جيت الساعه 3 اديك شايفني انا صرفه 60 جنيه عشان اجي وارجع بيتكم بعد كام معرفش مش حاجه اسمها كده الناس اللي بتصرف دواء مزمن دول بيبقوا اكتر ناس محتاجين الدواء بشر الحكي دكتور كان في بديل هي ما يعني انا الكلام ده فين يا محمد اسامي بصي على السيستم وانت تشوفي انا صرفت بلاقي موبايل يا محمد هو 4 شهور كان يلا اصرفي يلا دلوقتي موبايل يا جدعان يبقى قبل ما السنه تنتهي بثلاث شهور هتكون مخلصين ورق التجهيز في الموافقه المصريه بتاعته هتبقى مشكلتكم انتوا مش مشكله الشركه اهلا بكل متابعي جريده المصريه في كل مكان معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه والان بعد حل مشكله الدكتور احمد السبكي رئيس الرعايه الصحيه لسيده مسنه كان عندها مشكله في الانسولين صرف الانسولين تم اتخاذ الاجراءات اللازمه لها وصرف العلاج بالكامل السلام عليكم عليكم السلام يا فندم يعني كلمينا النهارده عن المشكله اللي حضرتك طرحتيها للدكتور احمد السبكي واتحلت ازاي انا كان مشكلتي ان كل ما باجي اسال على الانسولين مفيش في مفيش ولا في انواع تانية لا مفيش خالص مفيش فقالوا الكارت القديم قالوا خلاص وقف اعملي كارت جديد عملت كارت جديد تمام بعد 3 شهور ما صرفتش تمام خدوا مني عينه عشان انا كبر سن ما طلعونيش بصراحه ما طلعوكيش يعني نزلوا لك تحت عشان يعملوا لك الخدمه تحت ما يطلعوكيش دكتوره هند ربنا يصلح حالها قامت معايا برضه الدكتوره اتعنفت معايا في الاشعه وما رضيتش ابدا تعملي لي ورق وانا قالت لي هي مش عارفه حاجه لا رحت رايحه للدكتوره قلت لها ده بتقولي كذا قالت لي طب انا عادي جت معايا وعملت الورق وعملت الليزر وقالت لي انا اللي اهتم بالموضوع بعد 10 ايام تعالي طب انا بعد 10 ايام وبقالي 4 شهور باخد علاج من بره بيقسموا المعاشين بتوعي بتاع الله يرحمه جوزي وبتاع طيب انت دلوقتي اشتكيتي للدكتور احمد السبكي اثناء جولته بالاسماعيليه ايه الاجراء اللي تم اتخاذه؟ والله هو يعني شاكر دخل معايا واداني علاج الشهرين وقال لي برضه وراكي ودينا العلاج؟ اتفضل انسولين تمام حلو قوي يعني اتخذ كافه الاجراءات وتم صرف العلاج بالفعل الحمد لله واداني العلاج يعني ربنا يديكوا الصحه شكرا لك يا حبيبتي شكرا لك السلام عليكم يا دكتور دكتوره هند دكتوره هند حضرتك بتهتمي بالحالات كبار السن ولا هنا يعني وظيفتك ايه؟ انا حضرتك المركز اي حاله بغض النظر كانت كبار سن او صغيرين انا بكون معاها لو في اي نقطه تمام بالنسبه للموافقات المسبقه انا ببقى متخصصه ان انا بعمل الموافقات المسبقه بالطلبات بتاعتها فبالنسبه للحاجه كان لسه ليها تحليل سكر تراكمي فطلبناه النهارده سحبناه ورحت معاها الاشعه علشان نصور الاوراق المطلوبه علشان لما تيجي الموافقه المسبقه نتصل بيها وتيجي تصرف على تمام وفعلا كلمتوها وجت لا هي كانت موجوده هي كانت موجوده فدكتور محمد مشكورا عمل لها استثناء 10 ايام يديها الانسولين لغايه ما تيجي الموافقه المسبقه دكتور محمد سامي
دكتور محمد عبد الجواد مدير المركز. تمام. دلوقتي احنا شهدنا اجراءات او يعني اجراءات الدكتور احمد السبكي اتخذها في حال عدم وجود او تجديد الكارت. ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها؟ تجديد الكارت دوت لازم بيبقى الكارت معمول الجديد علشان الخدمه ما تقفش للمرضى، لان في احنا كنا شايلين الشيخ زايد كاملها، دلوقتي اتقسمت المرحلتين بين الشيخ زايد والحرفي علشان نعمل توازن بين المركزين، فدلوقتي لازم يكون الكارت متجدد. هو دلوقتي دكتور احمد السكي قال ممكن تصرفوا العلاج لحد لغايه ما نعمل ليه فرصه ان هو يجدد اصلا، تدي له فرصه تصرفوا العلاج لحد تجديد الكارت، بس احنا ما وقفناش خدمه لاي حد. تمام. يعني حتى لما بيجي مثلا بالكارت القديم احنا بندخله الخدمه وبنعرفه المره الجايه لو سمحت جدد الكارت بتاعك. شكرين جدا يا دكتور. شكرا لك.